نحن نبحث عن الأمن العادل الحامي للقانون للقوانين الديمقراطية. بالحجج والبراهين والنقاش البناء والحاد أحياناً، دارت المناظرة بين فريقي الطلبة من جامعة الخليل والجامعة العربية الأمريكية، المناظرة التي تأتي ضمن برنامج المناظرات الذي أطلقته مؤسسة فلسطينيات بمشاركة طلبة من 10 جامعات فلسطينية، 4 منها في قطاع غزة. أطلقنا برنامج مناظرات فلسطين الذي يستهدف طلاب الجامعات في الضفة والقطاع عبر دوري مناظرات يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار العقلاني. وعلى مدار نحو ساعة ونصف سارت المناظرة حول فرضية أن الحريات الفردية أهم من أمن الدولة، وحاول الفريقان المؤيد والمعارض للمقولة من خلال الخطاب والحوار إقناع لجنة التحكيم كل بوجهة نظره ورأيه بالقانون وبنوده. في الدول الديمقراطية أحكام القضاء هي الفيصل بين الدولة وبين الأفراد. وليعلن في النهاية تفوق فريق طلبة الخليل في المناظرة الذي كان مؤيدا للمقولة بفارق بسيط عن منافسه. الفريق الذي فاز بجدارة ولكن بصعوبة بهذه المناظرة التي طرحت سؤال حساس متقارب هو فريق الخليل. مناظرة كتير قوية، يعني الجهد اللي بذلناه لها يعني الحمد لله كان بدها جهد كتير كبير، وإحنا طبعا من حي الفريق المعارض على اللي قدمه، كان جهدهم كتير مبارك. تجربة رائعة وفريدة من نوعها على مستوى الوطن، ونتمنى أن يكون هناك تجارب أخرى على هذا المستوى ومستويات متقدمة إن شاء الله، حتى تكون بادرة خير لنمو وتطوير الشباب في المجتمع. وفي ختام المناظرة كرمت مؤسسة فلسطينيات المشاركين ليتوج فريق الخليل أولا على الفرق الطلابية 6 المشاركة، ورأى سياسيون أن مثل هذه التجربة لابد أن تعمم وتوسع تعزيزا لثقافة الحوار بين الشباب الفلسطيني. إضافة نوعية جديدة، أن أمامنا جيل متمكن من موضوعه، طليق اللسان، واثق من نفسه، يتكلم بوعي عن الأشياء. أيسر البرغوثي، تلفزيون الوطن.